الخامس من أركان الإيمان. يتوانو أركان الإيمان إيمانم ششر؟ الإيمان باليوم الآخر يعني بكل ما يكون بعد الموت. هو من الإيمان باليوم الآخر. يتوانو شقر إيمان قيمة ماخو قيمة ماخور وفش خنر. أبب صوري قخاتو تزخر زخوزانو طلعنا وش زخوزانور عاري خاتش. الخلق يموتو. ستخوة دا خلقري ستخوة دا قغجاري صجنوش. ثم في القبر نسأل أسئلة ثلاثة. إيطانا قبرم ديحانا وج قطشة وبشانوش وبشو ش. كذلك في القبر يكون نعيم نسأل الله من فضله وكون عذاب نسأل العافية والسلامة. أو دا قبسو ديفاش مخ قبرم ديحانا وج أبش أنوش يي عذاب يي نعيم أبتخم دنيم زرتي تام يسلتاو زرخوا زجنور. ثم سنبعث بعد الموت أجد ديفاش مخ أهل حشكم دق زري غاش جنور. الجنة النار جنتر جهرنمر آخر ديفاش مخ. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. بسوري تخلط لجانا وج أبي حطار أرب سوري إيمان بيوم الآخرة أبقى خاتوراش أبقى خاتوراش.